نقطة نظام نشرك الجمهور معنا بآرائهم. موسم كامل تلعبه بما فيه معسكرات ورواتب وسفريات وروحات وجيات وإيقافات واللي كان، وباقي لك مباراتين وتحقق الدوري وتقول لي ما في ضغط على لاعبين الهلال؟ لا، أنا أختلف معك يا أستاذ سامي. أنا أعتقد أنه الضغط موجود على كل الأندية اللي تنافس، سواء على البقاء أو على الدوري. ما في شيء اسمه ما في ضغط، لا، في ضغط على اللاعبين ومطالبين بتحقيق الدوري سواء الهلال أو الاتحاد. حقيقة مباريات الأهلي غدا أمام الرائد مباراة مفصلية ومباراة كسر عظيم. أنا أتمنى أن اللاعبين يكون عندهم إحساس بالمسؤولية ويكونوا يعني في يومهم ويفرحوا جمهورهم بالثلاث نقاط، لأن الثلاث نقاط هذه مهمة جدا جدا تطلعنا من قاع الهبوط. يا أبو بدر، سبب خسائر الاتحاد الأخيرة واللي راح تكون سبب خسارته للدوري أيضا هو أن الاتحاد ما أعد فريق كامل، عد 11 لاعب فقط للعودة لمستوى الفريق السابق، وفوجئ أنه منافس. يا عبد الله فلاتة، ليش ما تعترف من بعد بيان النصر ما فاز الاتحاد ولا مباراة؟ خلاص يا اعترف، قال النصر أثر علينا. سهلة.